الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، مجدد لكم التحية مرة ثانية مع تجدد هذه الأشواط المستمرة التي تأتينا تباعا في قلب الحدث، ونحن نتابع هذه الأحداث وضمن مهرجان اليمامة، ومع هذه المسيرة والانطلاقات المستمرة، ومع هذا الدعم القوي المتواصل أيضا من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، الداعم الرئيسي لهذه الرياضة العربية الأصيلة. شكرا يا أبو راشد على هذا الدعم المتواصل لأبناء شعبك ولهذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. نتحرك مع شوط آخر وهو في المجموع الشوط الثاني والعشرين، يتحرك بوزن الجعل لأبناء القبائل، وأكثر من 80 قعود دونا عندنا في هذا المسير. نتمنى التوفيق أو الناموس لكل المشاركين. ما زلنا نتابع هذه الشعارات الملونة، الخليط من الشعارات التي تأتينا من كل فج وصوب. نرحب بالجميع ونذهب إلى مقدمة الشوط لنعطيكم الوصف التفصيلي للمراكز الأولى. و مسيتوا بالمركز الأول سالم بن راشد بن غدير من يقدم هذا اللون وهذا الأسم، أما المركز الثاني فالوصول من مزعج سالم بن خلفان بالعري الاجتبي بيزعج الجميع الظاهر، لأنه هجم على الأول هجوم ودمره من البداية. ناخذ المركز الثالث، يأتينا شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد المري، أما المركز الثالث محبوب سعود بن محمد يأتينا على المركز الرابع. النقلة التالية إلى المركز الخامس أرى ماذا أرى أيضا من شمردل حمد بن نايع بالشاوي القفلي من يقدم شمردل بالمركز الرابع، والمركز الخامس يأتينا العافور سعيد بن صغير الله العافور، العافور بدأ يعتبر، العافور أيضا ماخذ نقطة ثمينة في هذا الميدان، وهذا هو الآن يشاركنا المتابعة من المركز السادس. المركز السادس صوغان مبارك بن معنس بن حربي العامري يقدم لنا صوغان بالمركز السابع، والمركز الثامن منذر سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، أما المركز التاسع الوصول من مهدي خليفة بن سيف بن عبد الله المنصوري، والمركز العاشر شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد العمري. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، وهكذا انتهينا من إذاعتنا وندانا الأول. نعود مرة ثانية، يا سلام يا سلام، حسب الخطورة اندفع اندفاعة الفوز والناموس اللي هو مزعوج، واللي زعجنا هذا الهجوم، اللي زعجنا الهجوم القادم، ولكنه في بر الأمان، هو في بر الأمان. سالم بن خلفان بالعري يتقدم، يلا يلا يا راعي الطي، يلا يا ابن حبروت، يلا يا ابن حبروت، كمل 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 المشوار، لأن الهجوم القادم بدأ من كل السلالات ومن كل هناك أيضا أخوان شمه بدأوا يعتزون. صوغان نعم مبارك بن معنث بن حربي العامري أقرب منافس لك، يتابعك خطوة بخطوة. المركز الثالث يأتينا شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد العمري على المركز الثالث، أما المركز الرابع محبوب سعود بن محمد هو من يتقدم بالمركز الرابع. هذه المراكز الأولى، هذه المراكز الأولى، والتغيير الذي طرى وجرى على مقدمة الشوط. صوغان مبارك المعنى بالحربي العامري يتقدم، ولكن هناك شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد العمري أيضا هو واصل، هو واصل على المركز الثاني. هناك أيضا شعار لهيبته، له وجوده، يتقدم في هذه المرحلة وفي هذا التحدي. الناموس وين؟ الناموس شاهين قادم، سعيد بن محمد بن عضيل العامري بالمركز الرابع، بالمركز الرابع بالعضيلي، بالعضيلي يتجاوز ما يتجاوز، الله اعلم. اشوف المقدمه، شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد العمري من يتقدم، ولكن بالعضيلي الخطوره 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 من بالعضيلي، فوتو فنش مع المركز الاول. المركز الثالث ياتينا اللي هو المركز الثالث مبارك بن معنى الحربي العامري، المركز الرابع، المركز الرابع على ما اعتقد شاهين. نشوف المركز الرابع، المركز الرابع التعاون محمد بن صغير بن محمد المنصوري، والمركز الخامس فهناك ايضا وصلنا غازي علي بن محمد الدرعي. هذه النتيجه تقريبا، نشوف الفوتو فينش ونشوف نشوف المراكز الاولى ولحظه الوصول الى خط النهايه. المركز الأول من نصيب شاهين سعيد بن محمد بن عضيلي العامري، تهانينا من أول 4 دقائق 49 ثانية
وجزء واحد والثاني المركز الثاني شاهين عبد الله بن محمد بن سعيد العمري 4:49 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس اللي وصلنا على المركز الثالث. نشوف اللي في المركز الثالث، نطلب من مخرجنا نشوف المركز الثالث. فهنا ايضا وصلنا صوغان مبارك المعنس بن حربي العامري التوقيت الزمني. تهانينا والناموس لكل الفائزين في هذا الشوط وكل الاشواط، ايضا نهنيهم نبارك لهم بهذه الانتصارات التي تحققت في صباح هذا اليوم.